النهارده وفي لفته طيبه قام المسؤولين في هيئه السكك الحديديه بتنظيم كرنفال توزيع ورود وهدايا على الامهات في محطه مصر في رمسيس، وده بمناسبه طبعا عيد الام، وده عشان يرسموا البسمه على وشوشهم بالتاكيد. وقال اللواء رفعت حتاته رئيس شركه الخدمات المتكامله للنظافه والامن ان الهدايا بيتم توزيعها على الامهات في محطه مصر في محاوله لاسعاد جميع الامهات بمناسبه عيد الام. وأشار حتاتة إلى أن توزيع الهدايا خلال رحلات القطارات واللي هتنطلق من محطة مصر وكمان على رصيف المحطة. طبعا عايزين نعرف تفاصيل، بينضمنا على التليفون اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن. صباح الخير يا فندم، وبرحب بيك. أهلا بحضرتك أستاذة علا وبالسادة المشاهدين. نعم، طب سيادة اللي هو الفكرة جات لكم منين؟ يعني الحقيقة فكرة ولافتة طيبة جدا زي ما احنا قلنا، بس الفكرة جات ازاي؟ هو حضرتك طبعا احنا بروح جديدة في السكة الحديد بعد تولي سيادة الفريق. نعم. كامل الوزير. نعم. فطبعا حضرتك تولدت الافكار، هو طبعا الاهتمام بعنصر مهم جدا وهو عنصر النظافة والامن الاداري. وحقيقي وانا متواجد في المحطة امبارح عرفنا ان في مناسبه طيبه النهارده اللي هي مناسبه عيد الام، فيمكن ربنا سبحانه وتعالى هداني الفكره لكيفيه اسعاد المصريين، لان كل مسؤول النهارده بيحاول ان هو يسعد المصريين بشيء يقدر يقدمه. يعني انا شايف ان الفكره كانت يمكن توفيق من الله سبحانه وتعالى ان احنا نستغل هذه المناسبه عشان داخل المكان اللي كان فيه احزان من ايام ومن اسابيع قليله، الناس النهارده تبتسم وتقول متشكرين وكتر خيركم. فقلت طيب ايه المشكله ان انا عندي منظفات ومطهرات، وده انا من خلال انتاج الشركه، وجبنا بونبوني وجبنا شوكولاتات وورود ومناديل كلينكس من برضه تعبئه الشركه وعلى اللوجو. فتواجدنا في القطارات الصباحيه ووسط المسافرين كان لها صدى كويس وابتسامه جميله ترسم على شفاه الامهات المثاليات والامهات الفضلوات اللي كانوا من راكبات السكه الحديد، كان لها سعاده جميله قوي. وانا لازلت في المحطه وشايف الصدى شكله ايه والشيء النمط الجديد، وما بين القطارات رحلات القطارات والوقت الفاضي احنا واقفين في وسط الصاله الرئيسيه جنب المسله كده، فمديها منظر جميل وروح حلوه وشايف ابتسامه والناس بتتصور جنب البنات اللي هم شايلين الهدايا، وبنوزع هذا الكلام يعني مجانا. وبالاضافه الى الخدمه الجديده اللي اشتغلت امبارح اللي هي العربيات الجولف توصيل كبار السن، الناس حاسه ان محطه مصر النهارده فيها شيء جديد ما شافوهوش. ويعني هيبقى باستمراريه العربيات الجولف عمل لها مسارات بالفسفوري عشان ما تبقاش وسط الناس. كل الافكار دي خدناها من الناس الطيبين اللي ادونا الافكار الجميله. بره العربيات دي لها مسار بلونه فسفوري اصفر عملناه في خلال 24 ساعه امبارح بالليل، طرحنا لقينا الحاجات دي، علقنا الاعلام. محطة مصر النهاردة بتتزين بزينة جميلة وبألوان جميلة وسلوك طيب، سلوك المواطنين شايف دلوقتي لما لقوا المحطة نظيفة والباسكات في يد عمال النظافة، محدش بيرمي زبرة، محدش بيرمي ورقة، محدش بيرمي لا أنا شايف الانطباع المصري بيستجيب يساعده. وانا شايف ان ده ابسط شيء يقدم لركب السكه الحديد كيفيه تحقيق السعاده مع الامن والامان ووصوله في الميعاد ان شاء الله، اللي احنا قريبا نسمع عن السكه الحديد افضل من كان عليه زمان ان شاء الله. نعم، بشكرك جدا سيادة اللواء، والحقيقة بنشكر المسؤولين على الفكرة واللافتة الطيبة دي. والحقيقة يعني سيادة اللواء ان هي فكرة على قد بساطتها، لكن هي بالتأكيد اضفت زي ما حضرتك قلت ابتسامة واجواء احتفالية في محطة مصر، والاول مرة ان يحصل فكرة زي دي. بشكرك جدا يا فندم.